من المألوف أن التسديدة التي تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة تعتبر تسديدة قوية جدا، ومن الصعب أن ترد أو تصد أو يشق لها غبار، ما بالكم إذا كان الرقم أعلى من ذلك بكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي أقوى 5 تسديدات في تاريخ كرة القدم؟ طبعا أجهزة القياس أحيانا لا تكون دقيقة، لذلك تختلف الأرقام بين مصدر وآخر، ولكن المصادر الأوروبية المؤرخة لكرة القدم بما في ذلك الفيديوهات التي تعرض اللقطات وثقت أقوى 5 تسديدات في تاريخ اللعبة. نبدأ باللاعب الإنجليزي ديفيد هيرست. ديفيد هيرست ولد عام 67، يعني هو اليوم في 56. اعتزل منذ حوالي 20 عاما، لكنه عندما كان في 19 من عمره انضم إلى نادي شيفيلد وينزداي الذي كان يلعب وقت ذاك في البريمير ليج، وقد سجل له 149 هدفا في 358 مباراة، يعني لاعب مهاجم ومثل إنجلترا 3 مرات دوليا فقط. لكن أكثر ما يتذكره الناس لديفيد هيرست هذا تصويبته الصاروخية في موسم 95-96 في ملعب الهايبري ضد أرسنال. تلك المباراة انتهت بفوز أرسنال على شيفيلد وينزداي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، لكن تصويبة هيرست بلغت سرعتها 183 كيلومترا في الساعة وارتدت من عارضة مرمى أرسنال. What a letter for Arsenal, David Hurst. They took so long to clear the corner, it was begging trouble, and trouble arrived with Hurst. في المرتبة الرابعة تأتي تصويت رونالد كومان. رونالد كومان المدرب الهولندي الذي تعرفونه حاليا، كان مدافعا من المدافعين الهدافين الذين اشتهروا بالتسديدات البعيدة، وفي نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي في لندن عام 92 لاعب برشلونة الإسباني مع سامدوريا الإيطالي، وانتهت المباراة بدون أهداف. وفي الشوط الإضافي الثاني تحديدا في الدقيقة 12 بعد 100 حصل برشلونة على ضربة حرة تصدى لها رونالد كومان وسددها بسرعة 188 كيلومتر في الساعة لتسكن شباك سامدوريا، محققة هدف الفوز واللقب الأوروبي الأول على صعيد الأبطال لنادي برشلونة في تاريخه. الكرة الثالثة أو في المرتبة الثالثة من حيث أقوى التسديدات تسديدة اسكتلندي ستيفن ريد. ستيفن ريد طبعا لاعب اسكتلندي لاعب لنادي بلاكبيرن روفرز، وكانت مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي ضد ويغان في ديسمبر 2005، وسجل فيها هدفا بتصويبة بلغت سرعتها 189 كيلومترا في الساعة. It's David Bentley, his cross. It would Shetty Kuchi cleared well. And Stephen Reid hits a thunderbolt to Blackburn Rovers. Oh, what a fabulous strike that is. Stephen Reid runs onto the loose ball and nearly burst the back of the net. في المرتبة الثانية يأتي النجم الهولندي أريان روبن. روبن تعرفونه جيدا طبعا، الذي كان يلعب في ريال مدريد والذي ختم حياته مع بايرن ميونخ، والذي أصبح الآن كما قيل عداء في ألعاب القوة حيث يحب أن يمارس ذلك. المهم أن روبن كان يلعب في صفوف ريال مدريد وخاض مباراة ودية ضد نادي بروسيا دورتموند الألماني في عام 2009 في شهر أغسطس آب، وفي تلك المباراة سجل أرين روبن الهدف الثاني في المباراة، انتهت بخمسة أهداف لريال مدريد وكانت سرعة تسديدة 190 كيلومتر في الساعة. A Pepe, saca el córner Kaká. Ha despejado Bomoyela y golazo de Robben. Qué golazo de Robben, señores, a la salida del área. Vaya chutazo que ha enganchado Robben. Y bueno, pues la segunda parte empieza como la primera, a los 2.5, golazo del Real Madrid. Golazo de Robben. أما في المرتبة الأولى فتأتي تسديدة اللاعب البرازيلي روني هيبرسون. هذا اللاعب الذي لعب لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وفي مباراة ضد نادي نافال ضمن كأس البرتغال في عام 2006 سدد هذا اللاعب كرة بلغت سرعتها 211 كيلومترا في الساعة، وإن كانت المصادر البرتغالية وقتها والتلفزيون البرتغالية وقتها قال
أن سرعة الكرة بلغت 221 كيلومترا في الساعة، لكن الرقم المعتمد هو 211 كيلومتر، وقيل بأن حارس المرمى كان محظوظا لأنه حاول لمس الكرة وفشل، ولو نجح في لمس الكرة لكسرت ذراعه حتما، كما يقول الخبراء عن هذا اللاعب الذي لعب لكورنثيانس البرازيلي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وهيرتا برلين الماني وفورتاليزا البرازيلي، ايضا اللاعب روني هيبرسون من البرازيل، صاحب اقوى تسديدة في تاريخ كرة القدم، التسديدة التي تجاوزت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة. 2 minuten voor tijd staat het nog altijd 0-0 bij Naval tegen Sporting Club de Portugal. Maar invaller Ronnie produceert hier een schitterende vrije trap. En zo wint de ploeg van Paulo Bento alsnog. هذه أبرز الأرقام لأقوى تسديدات في تاريخ كرة القدم. معلومة من المعلومات الغريبة التي سنحاول بين الفينة والأخرى أن نقدمها لكم لمزيد من المعرفة والفائدة. إلى اللقاء.